يلا خلينا نبلش شباب. بالبداية السلام عليكم. وياكم مهندس محمود العزاوي من الاي او تي ميكر اللي اليوم عندنا ال 3D modeling ان شاء الله. راح نحكي مثل ما قلنا هي فور بيجنر، راح نحكي عن بدايات او اساسيات استعمال التينكركاد بالتصميم الثلاثي الابعاد. طبعا المحاضرة طبعا اكيد راح تكون مسجلة ان شاء الله، وتقدرون تطلعونها وتراجعوها المحاضرة على لينك اليوتيوب ان شاء الله. بعد ما ترفع ندز لكم اياه بالواتساب، تقدرون تتابعون اللينك الخاص باليوتيوب وتنزل عليه المحاضرة في حال انه احد عنده استفسار او مراجعة الى موضوع معين. طبعا بالبداية التينكركاد، اول شيء خلينا نحكي على موضوع ال 3D modeling. ال 3D modeling هو شنو؟ هو عباره عن تصميم جانب معين او في جزء معين، لكن بطريقه تكون بثلاث مساقط اللي هي الاكس والواي والزد، وممكن نقدر نصمم اي شيء خاص بينا، سواء كانت امور منزليه او امور عمل او امور نحتاجها نقدر نصممها. هذا التصميم طبعا يكون بمجموعة من القياسات والمعايير الأساسية للتصميم. بعد ما نصمم هذا التصميم نقدر نطبع التصميم عن طريق الطابعات الثلاثية الأبعاد. طيب شوية نروح على أراويكم فد مجموعة من نحكي على الطابعات مثلا. الطابعات طبعا الطابعات الثلاثيه هي بها اشكال جدا هوايه حسب الشركات اللي تصنع هاي الطابعات. مثل ما الطابعات ممكن شباب الصوت حتى لا يصير تداخل، يعني الصوت تلغوه. طبعا مثلا هاي احدى الطابعات اللي موجوده اللي هي تطبع اكيد اكس واي وزد. يكون عندنا هذه المجسمات نقدر اللي نطبعها، انما مجسمات خلينا نقول تحفيات او امور معينه راح نشوفها. طبعا طريقه الطبع راح تكون عن طريق الفيلمنت هذا اللي موجود، هاي الماده البلاستيكيه اللي هي اسمها الفيلمنت. هاي الفيلمنت هو عباره عن ماده بلاستيك على شكل اسطوانه، شلون الخيوط راح تكون تدخل داخل نوزل حراري هذا اللي نشوفه هنا. هذا النوزل راح يكون عندنا يحمي بدرجه معينه، راح تكون عندنا يصير سيلان بهاي الماده، وتبدي ترسم طبقات صغيره الى ان نحصل على الشكل اللي احنا نريده او الشكل المصمم. طبعا احدى الامور المصممه هي خلينا نلاحظ مثلا نشوف هاي مثلا نلاحظ نشوف هذا الديزاينات اللي موجوده امامنا. هاي عباره عن مجموعه من المسننات والدشالي خاصه بمكاين او طباعه اشياء معينه، فقط نحتاج نصمم مثل ما تلاحظون. طبعا قوه البلاستيك اكو انواع خاصه من الفيلمنت حسب اكو درجه القوه مالته. هاي كلها نقدر نصممها ونطبعها. ايضا عندنا مثلا مجموعه من خلينا نقول السنادين والتحفيات اللي نستعملها بالبيت، هم كذلك نقدر نصمم. ايضا عندنا تحفيات خلينا نقول الاناره هاي اللي موجوده امامنا. طبعا هاي التحفيات الاناره اذا تلاحظوها هي عباره عن تصميم ثلاثي الابعاد مثل ما تلاحظون. اكيد اليوم جعفر هسه راح نحكي كل شيء، احنا بدنا ناخذ نبذه عامه عن التصميم.
مثل ما تلاحظون هاي كل الامور احنا نقدر نشوف هسه هاي اللي هي خاصه بالاناره كلها عباره عن طباعه ثلاثيه الابعاد. طبعا هذا النوزل هاي النقطه اللي اريد اوصلكم اياها. مبدا عمل الطابعات الثلاثيه تشوفون هسه هذا هاي النقاط هاي الطبقات هاي عباره عن ليارات. هذا النوزل الحراري يدخل به الفيلمنت بطريقه يعني الخيوط الفيلمنت البلاستيك يبدي يموع البلاستيك ويبدي يرسم طبقات خاصه الى ان يشكل المجسم اللي احنا نريده. فهاي هو النوزل اللي خاص بال شوفوا هنا بهاي المجموعه طبعا بما انه جانا فيروس كورونا فاكو اشخاص بداوا يشتغلون شغل اخر لان الطابعات الثلاثيه تقدر انت توظفها لعمل اشياء معينه حسب الوقت مثل هذا الفيس شيلد هذا اللي استعملوه حاليا دا يستعمل عند خلينا نقول الاطباء والمضمدين وال يعني خلينا نقول الكادر الصحي اللي هو عباره عن فيس شيلد مثل فوق يلبسه ويكون المقدمه مالته عباره عن نايلون استعملوا النايلون الخاص بالملازم الشفاف وبدا هذا الموضوع بانتاج ممكن انت بالبيت تستعمله او ممكن بال يعني بالشغل بال باي مكان بتجمعات. طبعا ايضا هذني مجموعه من الطابعات راجعهم. طبعا هاي مجموعه من الفازات نقدر نصمم هاي الفازات ونطبعها. فبس حبينا ناخذ طبعا الطابعات بها اشكال وانواع مختلفه مثل ما تلاحظون بها طبعا قياسات. طبعا القياسات من تشوف طابعه وراح ينطيك خلينا نقول قياسات 30 في 20 في 60 هي مو هذا القياس كل الطابعه. الطابعات مثلا من نحكي على قياسها شد قياسها هو من ينطق قياسه وليس القياس الخاص بابعاد الطابعه خلينا نقول الكيس الخارجي مالتها وانما هو مساحه الطباعه اللي هو الواي والاكس والزد هذا الارتفاع. فمن تكون عندك طابعه تشوفها باي موقع على النت او تشتري طابعه وتشوف من ضمن المواصفات السايز هو السايز ما يقصد به انه ابعادها كطابعه كلها وانما ابعاد مساحه العمل. تمام؟ ان شاء الله هذا الشيء كان بسيط وواضح عن ال خلينا نقول الطابعات الثلاثيه. نرجع الى ال 3D modeling وهو التينكركاد. طبعا بالبدايه التينكركاد هو موقع خاص بالتصميم اللي هو التصميم ثلاثي الابعاد. يعتبر موقع التينكركاد احنا ليش دائما نعطي سيشنات عليه؟ لانه المتلقي او اللي يدخل هذا العالم يريد قبل ناتج يريد يشوف نفسه هو سوى فد شيء لانه احنا بطبيعتنا نحب راسا تشوف الناتج. فموقع تينكركاد انت ممكن تحصل عليه ديزاينات سريعه ممكن تقدر تطبق الشغل وياي اللي راح نشتغله اليوم. في البدايه راح نحكي على الموقع طبعا مثل ما قلنا tinkercad.com. تدخل عليه تسوي تسجيل دخول عن طريق الايميل الخاص بك. الشغل اللي راح تشتغله راح هاي نقطة حلوة بالموقع انه انت اي حركة تسويها بالموقع تسجل يعني تحفظ من تريد ترجع عليها قبل تحفظ. لان يعني مثلا احنا اليوم اجينا دا اشتغل في شغل معين لكن طفت الكهرباء. الموقع هو اصلا يسيف في حال انه توفر لان طبعا هو موقع يشتغل اونلاين في حال انه توفر النت راسا يسيف الشغل مالتي ما يحتاج انه اسوي له سيف.
طبعا راح نجي الى الشرح الخاص بالموقع. في البدايه راح نشوف الجهه اليسار. ما اعرف شباب اوكي وياي، بس يا ريت احد يكتب لي اوكي تمام، لانه خاف اني انطلقت وما حد يسمعني، بس بالشات كتبوا لي اوكي تمام. يا ريت انه اللي حاليا موجود ويانا وعنده حاسبه يدخل الى تينكركاد، اللينك دزيته انا طبعا، راح انزل لكم اياها بالشات، وحتى نبدي نشتغل وكنا الشرح امامكم. نرجع الى تينكركاد. طبعا نرجع الى تينكركاد، راح نشوف جهه اليسار. يقسم طبعا الموقع الى خمس اقسام. القسم الاول هو خاص بالزوايا الرؤيه، قسم خاص بالاعازات والاوامر، وقسم خاص بالمجسمات اللي موجوده او الافتراضيه، ومساحه العمل والتصدير. الموقع طبعا ما يحتاج نت سريع، موقع بسيط، لكن اذا كان عندك ديزاين به وايد تفاصيل يحتاج شوي يتاخر تحميل حتى من يبدي سيء. مثل ما تلاحظون موقع تينكركاد، نجي على الصفحه او الجهه اليسرى من الموقع، راح نشوف نلاحظ هذا البوكس اللي موجود امامنا. هذا بالضغط على الماوس يغير زوايا النظر الى المجسم. مثل ما تلاحظون ممكن اني فرونت ليفت رايت، او مثلا كورنر بين التوب والرايت، او مثلا كورنر بين التوب والفرونت. اقدر انا اتحكم بهذه الزاويه اثناء التصميم. راح نجي على الاعازات الاخرى اللي موجوده جوا. طبعا هاي الدائره وبيها مرسوم بيت. طبعا هاي الهوم فيو. الهوم فيو يقصد بها انه اني كان عندي الرسم هذه الصوره ابتعد او اختلفت عندي زاويه النظر اليه. ممكن اضغط على هوم فيو، راح يجيب لي الرسم، يرجع مساحه العمل اللي كنت اشتغل عليها على خلينا نقول على البدايه. طبعا اكيد الفت هو يقصد بي. شوف هسه انا اريد اسوي زوم ان. زوم ان طبعا نقدر نسوي بالسكرول ماوس، هذا زوم ان، لكن من ابدي اقرب راح شويه ما راح اقدر اختار المنطقه اللي انا اريد اسوي زوم ان عليه. فالفت ايش راح يسوي لي؟ من اختار في جسم معين راح يطلع لي هذا الزوم فقط هذا الجسم. من اسوي زوم فت، من اسوي زوم راح يطلع لي زوم لهذا الجزء اللي انا مختاره. من ارجع مثلا اريد اختار اسوي هذا اللي هو عليه الفت، راح اقدر اختار هاي التفاصيل من الفت. طبعا عندنا شنو؟ عندنا هنا الزوم ان والزوم اوت، اكيد هاي كنا نعرفها. تمام. راح نجي على موضوع اخر. لاحظوا اذا اني ضاغط على اسفل ما مختار اي جسم موجود عندي هنا، راح تكون ذني كلها غير مفعله الاعازات. كيف راح افعل هذه الاعازات؟ هاي تتفعل عندما اضغط على جسم معين او مجسم موجود عندي هنا، راح تكون كلها عندي فعاله. طيب شنو الفائده من عندهن؟ طبعا عندي هنا كوبي اللي هي اقدر استنسخ جسم. بعد ما اسوي كوبي بيست اقدر استنسخ نفس التصميم. مثل ما تلاحظون اقدر اسوي نسخ للتصميم. ايضا عندي هذه الكوبي. طبعا الكوبي نقدر بالكيبورد كنترول سي كنترول في، مثل ما تلاحظون هاي اختصارات كنترول سي كنترول في، اقدر اختار الكوبي. طبعا الاختصارات اللي موجوده بهذا الموقع احنا بس مجرد نوقف على الاعاز راح يطلع لي الاختصار هو الخاص به. اذا تلاحظون الكوبي هو كنترول سي
كنترول في هو البيست. الدوبليكيت هي كنترول دي. الدوبليكيت شنو فرقه عن الكوبي؟ الكوبي هو طلع لي نفس الجسم مثلا، راح نلاحظ هنا اذا اسوي كنترول سي في راح يطلع لي جسم نفس المواصفات، لكن من اريد اختار مثلا اسوي جسم بزوايا معينه ويتكرر، يعني شلون متسلسله، فلازم نعمل بالدوبليكيت، راح تكون عندي متسلسله نسخ. هسه راح بعدين نحن نجي نتعلم عليها، راح نسوي نفس شيء، راح نحتاج خاصيه الدوبليكيت بيها. راح مثلا خلينا نشرح على هذا. تشوفون هسه هذا المجسم اللي هنا، مثلا في حال انه انا صممت هذا الجزء، هذا الجزء من اسوي كوبي ونسخه ثانيه، ايش راح يجي؟ راح يصير هنا اعدل عليه، افره بزاويه مثلا هسه هذا الزاويه 35، هذا عن هذا هو نفس النسخه لكن بزاويه 35، فاني خما اظل اسوي كوبي وافره مثلا هنا 35، هنا راح يتغير يصير 65، هنا راح يصير 85، هنا راح يصير 90 مثلا، فاني اقدر اسوي كوبي نسخه معينه بعد ذلك اسوي دوبليكيت مثلا بزاويه 35. ايش راح بعد من ارجع؟ كل ما اسوي دوبليكيت يزيد عن هذا 35، يزيد عن هذا 35، الى ان راح نحصل على محصله كامله بهذا الشكل اللي موجود امامنا، جسم متناسق. طبعا هاي راح اليوم نتعلمها شلون نسويها خاصيه الدوبليكيت. اكيد تعرفون الديليت والاندو والريدو هي الرجوع والتقدم بخطوه مثلا مضت عندنا، او خطوه سويناها ورد تراجع عليها عن طريق الاندو والريدو. حاليا راح نجي راح نترك هذا الخيارات اللي موجوده هنا، لان هذه راح تفعل بعد بالتداخل الاجسام. طبعا نجي هنا راح نجي على تينكر كاد اللي هاي القائمه اللي موجوده هنا، راح نضغط على السهم اللي موجود هنا، راح نلقى به عده قوائم. هاي القوائم او البوابات هي عباره عن مجموعه من المجسمات الاساسيه اللي راح نستفاد من عدها التصميم. تمام. هاي الاشكال اللي هي خاصه بعمليه التصميم احنا راح نستفاد من عدها بعمليه بناء. هسه هذا الجسم اللي نشوفه هنا امامنا هو متكون من هاي الاجزاء، يعني احنا من نباوع على هذا الجسم راح نقول هذا الجسم جدا صعب بهواي تفاصيل، لكن هي عباره عن مجموعه من المجسمات ومسوي لها عمليه قطع وجروب الى ان حصلنا على هذا المجسم. فهاي الاماكن راح نشوف بيها اللي هي البيسك شيب، راح نشوف بيها مجموعه من خلينا نقول المجسمات الجاهزه نقدر نستفاد من عندها، ايضا المجموعه الاخرى الخاصه بالتكست ومجموعة أخرى مثل ما تلاحظوها، يعني حسب الاختيار الخاص ببناء التصميم. هسه مثلا راح نجي على خلي نمسح هذا، طبعا عملية المسح اختار الجسم واعمل ديليت، انتهى عندنا المسح. راح نجي مثلا على مجسم اللي هو اللي موجود امامنا، اللي هو البوكس. طبعا عملية الاختيار فقط انه اضغط على المجسم اللي اريده واسحبه هنا، راح يسقط عندي بهذا المكان بالضبط. شوف هسه لاحظوا انا في حال انه اريد اسوي زوم، ما اعرف شباب بس ملاحظة فاتحين البرنامج وياي؟ لان هسه راح نبدي نشتغل وممكن تجربون بيديكم.
وأنا هاي كانت مقدمة بسيطة عن البرنامج. بعدها ما مفتوح ثقيل كلش البرنامج. العفو، هو مو ثقيل، مو برنامج، هو موقع، فتصور يعني. إيه إنه ثقيل ما أعرف. تمام. راح نجي نحكي. شوفوا لحظة ثانية، عندي هذا الجسم هنا اللي موجود. هسه من أريد أسوي زوم إن عليه هاي الطريقة، ما راح يكون عندي واضح، راح يختفي وما أقدر أسحب الجسم. لكن أضغط على الجسم نفسه وأعمل فت فيو، راح يكون الجسم هيك بهاي الطريقة، راح يكون أمامي. شباب اللي عمار شو المشكلة؟ الصوت ليش ماكو يمك؟ عمار ما أعرف شو المشكلة الصوت، يعني الشباب دي سمعوني؟ شباب سمعوني؟ أي نعم سمعك. تمام. هسه حاليا مثلا عندنا هذا المجسم، طبعا أي مجسم أجيبه راح تكون يطلع لي مواصفات هذا المجسم. طبعا هاي المواصفات مختلفة من مجسم إلى مجسم، طبعا أقدر أتحكم بيها زي ما تلاحظون. بس الزوايا كانت حادة، ممكن أنا غيرت الزوايا بس طريقة. ممكن طبعا هاي خاصة بالقياس، الطول والعرض والارتفاع. ممكن راح يكون عندي حاليا هذا المجسم هيجي، يعطيني طبعا اشكال انه هذا المجسم شنو انا اقدر اعمل به. مثلا نختار هاي الاسطوانه، هاي الاسطوانه كذلك يطلع لي التفاصيل الخاصه بالاسطوانه. مثلا ستلاحظ اللي هي من الكبر، هاي راح يكون الجسم اكثر صفاء يعني الاضلاع مالته. هاي طبعا احنا نحتاج هاي التفاصيل حسب الديزاين اللي احنا محتاجيه مثل ما تلاحظون. فاي مجسم راح اجيبه راح يطلع لي مواصفات خاصه به. هسه الجسم الاخر، اي مجسم اجيبه راح يطلع مثلا هسه هذا ماكو باي مواصفات انه هذا الشكل ثابت. مثلا اختار هذا المجسم الاخر، راح يكون عندي بهاي الطريقة انه انا اقدر اتحكم. شوف هاي الاسطوانة اقدر اتحكم بشكله مثل ما تلاحظون. هاي خاصة بالمجسمة. اذا تلاحظون احنا كل ما نضغط على مجسم راح يكون عندي هاي الخيارين اللي موجودة امامنا اللي هي سوليد والهول. شنو الفرق بين ذني؟ مثلا ثاني هذا الجسم، طبعا سوليد اقدر اغير الالوان الخاصه بالجسم براحتي. بما معناه انه هذا الجسم عندما يكون مفعل سوليد اللي هو هذا الجسم راح يكون ثابت بالتصميم، يعني ما راح يختفي اثناء عمليه خلينا نقول التصدير بالطباعه. شنو يعني يختفي عملية التصدير للطباعة؟ راح نلاحظ هنا راح أحول هذا الجسم أسويه هول، راح يكون عبارة عن جسم شفاف. لاحظوا صار جسم شفاف، المقصود به يعني شنو هذا بالتصميم؟ هذا الجسم راح يكون عندي مخفى، يعني غير موجود. يعني من راح أطبع هذا الجسم غير موجود، زين شنو الفائدة من عنده من أني أخليه في التصميم؟ الفائدة من عنده هي عملية القطع. شنو يعني عملية القطع؟ مثلا عندي خيار من الخيارات أنه أني عندي في التصميم أريد أسوي بوكس بهالطريقة، وأريد أسوي به ثقب داخل بالداخل. شو راح تكون هاي العملية؟
عندي هذا الموجود المربع، عندي احتاج التصميم انه اسوي به ثقوب بالداخل. ممكن بكل سهوله اجيب هاي الاسطوانه اخليها هنا، راح نلاحظ هذا شنو صول وهذا هو هول. فاذا بعمليه الطباعه هذا راح يكون موجود وهذا يختفي. زين شلون نسوي عمليه القطع؟ اذا تلاحظون من اختار مجسم راح يطلع لي هاي الاوبشنات اللي موجوده امامنا، الكوبي والبيست والدوبليكيت، وهاي راح تكون غير موجوده غير مفعله. هاي خاصه بعمليه القطع، راح نجي عليها شنو عمليه القطع او عمليه الفصل. هذني هذه الاوامر تحفز او تفعل عندما نضغط على مجسمين مع بعض نختارهم. هسه راح نختار هاي الاسطوانه. في البدايه راح نخليها سوليد بهالصوره. راح نلاحظ شوف شو يصير. راح اختار الاسطوانه مع المكعب. بهالطريقه اختاريناهم هسه اثنيناتهم صاروا عندي باختيار واحد. راح نلاحظ اول اعاز موجود جروب. هذا الاعاز من اضغط عليه راح شو يسوي؟ راح يخلي هاي الاسطوانه مع هذا البوكس وكانما قطعه واحده. نضغط عليه. لاحظوا صار كانما هذا الجسم قطعه واحده ممكن اقدر اطبعه. افصلهن ارد ارجع شغلي فصل، شلون تصير؟ هذا الان جروب اضغط عليه. زين هسه هاي المربع اللي موجود امامنا شلون اسوي به قطع داخلي؟ القطع الداخلي شلون يكون؟ لازم احول هذا الى هول بهالطريقه. ايضا اختارهم اثنيناتهم، بعد ذلك جروب. راح يصير عندي هذا القطع اللي امامنا. زين اقدر اقطع بعد؟ اكيد اجيب مثلا هاي الاسطوانه. هاي الاسطوانه اخليها هول. شلون راح اقطع؟ نفس الشكل اللي موجود داخل الاسطوانه، عفوا بداخل الكره، يعني شكل الكره راح يستقطع من الداخل. شوف ايش قد انا هسه مدخل هالقد. اعمل جروب. لاحظوا. زين في حال انه ارد الكره تكون ملصوقه بيها، سهل اختار هذا جروب، احول الكره شنو؟ خليها سوليد هيجي بهالطريقه. بعد ذلك جروب، راح تتحول كلها تصير قطعه واحده. هاي الفائده من عمليه الجروب والان جروب وعمليه القطع. زين راح نجي الى امر اخر او اعاز ثاني. اذا تلاحظون حاليا هذه الاسطوانه، نخلي شوي نزغر بعدها. هاي الاسطوانه هل هي في منتصف مثلا انا عندي هذا المربع اريد اخلي ثقب في المنتصف، راح اجي اشتغل بهالطريقه. من اجيب هاي الاسطوانه هل انا راح اكون دقيق بالماوس او بايدي؟ راح تكون عندي دقة انه اقدر اخليه بالمنتصف؟ اكيد لا. زين شنو الحل؟ الحل اكو عندنا اعاز، اختار المجسمين. اكو عندنا اعاز، خلينا نختار هذا نبعده بالطريقة حتى يكون عندي التفصيل واضح. اختار المجسمين، بعد ذاك اضغط على الاين، هاي اللي موجودة هنا الاين، راح الاحظ اكو تطلع لي تتحفز لي هذه النقاط. طبعا هاي هي عمليه التوسيط. هاي النقاط هي خاصه مثلا منتصف اكس والمنتصف، هاي النقطه الاخرى ومنتصف واي، راح يسقط هذا الجسم بالضبط في وسط التصميم الاخر. بعد ذلك اعمل قطع. ان شاء الله سهله هاي.
احد عنده ملاحظه هنا، شبابنا اللي موجودين اول مره ويانا، و احد عنده ملاحظه حتى انتقل للامر الاخر. يا ريت احد يكتب لي حتى اقدر اعبر. شغلة واضحة بالنسبة لي وسويتها. تمام. راح نرجع إلى موضوع مهم طبعاً. من أني مصمم، أني مصمم، أهم شيء بالتصميم، أي تصميم، ملابس، المطبوعات الإعلانية، تصميم الواجهات، تصميم، لازم تحتاج موضوع مهم وهو عملية القياسات. راح نجي عملية القياسات. طبعاً بس راح نخلص عملية القياسات، ممكن نقدر نشتغل في شغلة حتى نقدر ندخل في تصميم معين. أهم شيء بالديزاين هو عملية القياسات. طبعاً راح نجي من أضغط على أي جسم راح تتحفز عندي هاي المربعات البيض والمربعات السود، وراح ألاحظ أكو أسهم مقوسة بالجوانب، راح ألاحظ سهم أسود. راح نجي نعرف شنو هاي الاسهم البيض، المربعات البيض. من اضغط على مربع معين بهالطريقه بالماوس راح تطلع لي هاي قياسات منها وهذا قياسات منها. او مثلا انا اريد اسحب اكبر هذا الجسم عن طريق المنوال، عن طريق ايدي، فيكون من اريد اكبره يعني بالاتجاهين الاكس والواي، راح يكون عندي عمليه سحب من هنا راح يكبر من الاكس والواي. في حال انه اريد من فقط اتجاه واحد بهاي الطريقه، ايضا بهاي الطريقه. زين، هذا الخاص بالاكس والواي. طبعا المربع الفوق هو خاص بالزت الارتفاع. كل ما نضغط على جانب راح يطلع لي هذا المسج بوكس اللي هو الارقام. بالبدايه خلينا نحكي على هاي الارقام، بعدين ننتقل الى الاسهم المقوسه. اذا تلاحظون هاي الارقام اللي تطلع لي، هاي الارقام شنو؟ هي قياسات اكيد، بس شنو ايش قد هاي القياسات بالضبط؟ راح نجي نباوع. هنا أنا عندي سناب جريد، هذا السناب جريد، هذا السناب جريد هو خلينا نقول مقياس الرسم مالتنا. راح نضغط على هذا السهم راح نشوف اكو عدة مقاييس للرسم. انا حاليا مختار 1 ملم، انا مختار 1 ملم، واكيد كلها تكون طالعت لكم 1 ملم لان هذا الستاندر. طبعا نقدر نغير التصميم اذا كان عندنا تصميم كبير، فنقدر نغير التصميم. شنو معنات 1 ملم؟ اذا تلاحظون هاي منطقة العمل، منطقة العمل مقسمة الى مربعات كبار بهالطريقة. من نجي نقرب على هاي المربعات راح نلاحظ اكو مربعات بداخلها ايضا اللي هي هاي المربعات. القصد بالسناب جريد 1 ملم، يعني هذا المربع هو 1 ملم. طيب اذني 10 مربعات، ب10 ايش يكون عندي؟ انا ال 10 ملم تمثل سنتيم، فاذا هذه المربعات الكبار هي 1 سنتيم، اما المربعات الصغار هي 10 سنتيم، العفو 10 1 ملم، فكل 10 ملم تمثل سنتيم. اذا اجي على الرسم او التصميم راح الاحظ بهالطريقه اكس واي، من يكون عندي رقم 20، هاي طبعا مو 2000، هاي 20، هاي 20.00. اذا هذا يقصد به 20 ملم، ال 20 ملم يعني 2 سنتيم. طبعا اجي اغير مثلا اسوي 15 ملم يعني سنتيم ونص بهالطريقه، فقط اضغط عليه. وايضا عندي هذا مثلا 15 ملم راح يكون عندي بهالطريقه. نجي على الارتفاع راح يكون عندي 15 ملم بهالطريقه. فاذا هاي القياسات هي ملم. فمن اريد عندي في التصميم معين واريد تكون قياساتي حقيقيه، فلازم يكون عندي هذا التصميم. وايضا هذا التصميم من راح تخلص راح يطلع بالطباعه، راح يطلع عندك الناتج حقيقي، يعني يطلع القياس حقيقي.
بالنسبة لهذا الشكل اللي هو المكعب أيضا هم يطلع لي X مالته والY والارتفاع اللي هو Z. زين حاليا عندي خل أضغط على هذا الجسم، راح ألاحظ أي جسم أضغط عليه راح يطلع عندي يحفز هذا السهم الأسود. هذا السهم الأسود هو خاص بعملية الرفع، باعه من أرفع الجسم لي فوق. من أبدي أرفع راح يطلع عندي هذا المؤشر ويكتب لي فد رقم، فأضغط على هذا الجسم. هذا الرقم هو شنو؟ ارتفاع المجسم عن سطح العمل. سطح العمل طبعا هو احنا الصفر مالتنا، يكون هذا القاعدة هي سطح العمل صفر. حاليا هو 17 ملم، اجي اسقط اكتب صفر راح يسقط على السطح. من اجي اريد ارفع هذا المجسم اجي اريد اسقطه هيجي، اريد مثلا اخليه يصير فت فوق هذا، فت فوق هذا المكعب، راح نيجي نشوف ارتفاع المكعب ايش قد 10. فاذا هذا لازم ايش قد يكون ارتفاعه ايضا 10، بس هذا 7. نكتب خلينا نقرب شويه، هذا ارتفاعه عن القاعده راح تكون ايضا نكتب 10. راح يكون هذا الجسم هو ملامس الى هذا الجسم. اذا تلاحظون هسه راح اقرب عليه راح يكون بالضبط فوق الجسم هذا. طبعا اكيد نريد نسقط الجسم على سطح العمل من هذا السهم، اخلي ارتفاعه صفر راح يسقط يكون على منطقة العمل. زين نجي الى النقطة الاخرى اللي هي خاصة بعملية الدوران. طبعا عملية الدوران مثل ما تلاحظون هاي الاسهم، طبعا اقدر افر الجسم بهاي الطريقة مثلا، او اقدر افر الجسم بهاي الطريقة. طبعا ايضا عملية الزوايا من اضغط على الاسهم المقوسة يطلع لي بوكس مسج خاص بالزاوية اللي اريدها اني المطلوبة، مثلا نكتب 90 راح يختار بزاوية 90. اكتب 100 حاليا خلينا نقول 50 او 80 راح يختار بزاوية 80 هالطريقة. زين نرجع خطوة. حاليا راح انا بديت اصمم، خلصت التصميم مالتي بهالطريقة مثلا وعندي القياسات كاملة مضبوطة. شلون راح اطبع؟ راح اطبع بهالطريقة انه اسوي اكسبورت. طبعا راح يطلع لي مسج خاص بعملية التحويل اللي هي اللي أريد أني أغير أو أصدر هذا التصميم للطباعة. طبعاً هاي الصيغ هي اللي مدعومة بالطابعة ثلاثية الأبعاد اللي تشتغل عليها برامج الطابعة ثلاثية الأبعاد اللي هي الـ OBG الـ OBJ والـ SDR والـ هاي اللي تشوفوها امامكم الجي ال بي. وطبعا اذا كان عندي ليزر كتر نفس التصميم يشتغل على ليزر كتر الاس في جي. في حال عندي تصميم اريد اعدل عليه يكون عندي من الامبورت اختار مجسم، اختار مجسم خاص بي ويكون عندي من المواصفات او اللي مدعومه انه تقدر ادخلها بهذا الموقع هو لازم الاس تي ال عفوا والاس بي جي والاو بي جي حتى اقدر ارفعها لهذا الموقع. هذا اكيد طبعا تقدر تعدل عليه بالفيوجن اكيد اذا كانت الصيغ
تقدر تدعمها هناك تستعملها بالفيوجن اكيد. هسه حاليا هذا هو ما يخص الموقع. طبعا الموقع كل تفاصيله خلينا نقول شرحناها. تبقى بعد شنو؟ انت من تبدي تصمم، انت من تبدي تصمم مخيلتك للتصميم شنو، شلون تبدي تصمم، شنو اللي تريد تسوي. تبقى انت لازم تبدي تفكر بطريقه انه انت ممكن تخرج جسم عن طريق عمليه مزج هاي المجسمات اللي موجوده امامنا. حاليا مثلا الشباب اللي موجودين ويانا واول مره يعرفون هذا البرنامج او يدخلون الى هذا خلينا نقول المجال، راح اراويكم فد شغله. شباب شوفون هذا البرغي، شباب هذا البرغي اللي امامكم. مثلا انا بالبيت او بالشغل تتوفر عندي طابعه اللي موجوده، موجوده طابعه عندي، وعندي هذا برغي. شلون اقدر اصمم هذا البرغي؟ هل منو يكتب لي من الشباب اللي موجودين ويانا اللي خلينا نقول لاول مره يطبون هذا العالم اللي هو ال 3D ديزاين؟ اتمنى تكتبوا لي حتى اريد بس اشوف انطباعكم، او تقدرون تفتحون مايك وتحكون وياي. هذا البرغي حاليا تقدر تصمم هذا البرغي لو لا؟ تصمم اللي هو الراس مالته والمسنن والنت، نقدر نصممه لو لا؟ الشباب اللي موجودين وياي طبعا اكيد نقدر، بس انت اكيد احنا مش نقدر نسوي، بس في داخلك يعني نقدر تقول انا اقدر اصمم. طيب هسه حاليا راح مثلا راح اراويكم شنو الفكره من عمليه انه انت تتخيل هذا الشكل شلون يصير، شلون تدمج العفو تدمج الالوان، شلون تجيب المسنن. لازم تكون عندك فد تصميم، يعني فد مخيله بالتصميم او خطه. راح نجي راح نباوع عباره عن راس ذو اضلاع مثل ما تلاحظوها، بمجموعه من الاضلاع وايضا اسطوانه، وراح يكون عندي هذا المسنن. فراح نيجي نصمم هذا البرغي، راح نشوف الناتج شلون يطلع. بالبدايه احنا ايش عندنا؟ عندنا الراس اللي هو خاص بالبرغي. راح نجي نختار من البيسك شيب ذني الموجودات عندنا، راح نختار مثلا هذا الجسم، نغير هذا اللي امامكم هنا شوفوا، نجي مثلا نغير اللون مالته حتى يكون واضح امامي. راح يكون عندي هذا الشكل. بالبدايه احنا عندنا الراس مال البرغي. شلون راح نصمم راس البرغي؟ راح نجي على القياسات. القياسات ايش راح يكون عندي؟ شباب اللي اتمنى وياي اللي اول مره يدخل حتى يطبق يكون عنده تطبيق سهل، وهو يطبق بيده يكون افضل. راح راح نعطي الارتفاع هو 8 ملم الطريقة، وراح يكون عندي العرض 30 ب 30.
راح يكون عندي بهذا الشكل. هذا يمثل رأس البرغي الرأس. أيضا عندنا النت، هي نفس المواصفات، النت الخاص بالبرغي ونفس الحجم. إذا تلاحظون راح أطلعه أنا. هذا النت، عفوا هذا النت، هو نفس مواصفات الرأس نفس الحجم. فشنو راح نسوي بهاي الحالة؟ راح أخذ نسخة أخرى عن طريق Ctrl CV. هاي النسخة الثانية راح تكون شنو؟ راح تكون هي النت اللي خاص بالبرغي. زين، أجي أبحث شلون أسوي مسنن حتى يدخل يعني يكون هذا الجسم اللي عندي هو برغي كامل. أجي أختار من هاي القائمة اللي موجودة أمامنا، أروح على هذا الخيار اللي موجود ثم أختاره ثاني، راح ألقى مجموعة من المسننات اللي هنا أو الأمور، راح أختار هذا الـ ISO. اختاريت هذا الجسم اللي موجود أمامي. طبعا راح أنطي مواصفات خاصة طبعا الارتفاع راح نلاحظ مجموعة من الأوبشنات اللي موجودة خاصة بهذا المسنن. راح أجي أنطي قياساته. هذا اللي كان عندي أمامكم هو الطول والعرض مالته 30 بـ30، فلازم هذا يكون اقل من عنده اكيد، بس مو بهالطريقه، راح يكون كلش رفيع. فراح نختار هذا نسوي 20، المسنن ب20. راح اغير اللون حتى يكون واضح عندنا. راح يكون عندي بهذا الشكل. شلون اكبر يعني شلون اخلي بيه اطول المسنن او البرغي؟ شوفوا اذا تلاحظون، اذا ارفع بهذا المسننات، اذا ارفع عن طريق الواي او عفوا عن طريق الزد، ايش راح يصير عندي؟ مشكله، راح يكون يخرب المسنن، يخرب. ليش؟ لان انا سويت عمليه استطاله ولكن وليس بعمليه زياده بالمسننات. هاي الطريقه خطا. فشلون نسوي عملية زيادة مسننات؟ طبعاً نروح إلى الروتيشن هاي اللي موجودة أمامنا، تلاحظون شلون يبدي كبر عندنا، فصارت عندنا عملية زيادة بالمسننات وليس عملية إنه راح يخرب شكل المسنن. زين، هذا المسنن راح يقعد هنا بهالطريقة. زين، هل هذا المسنن هو مضبوط بالمنتصف؟ لا، راح أجي أختار المجسمين، أروح على اللاين، وطبعا أبدي أسقط على الأكس والواي، راح يكون عندي فت بهاي الطريقة. زين، هذا النت هو مو ينشد بهذا البرغي، فلازم اسوي حفره على شكل النت اللي موجود. خلينا نتخلع هذا النت اللي موجود امامنا، وهو من الداخل محفور مثل هاي خلينا نقول مسننات حتى يفتر ويضب. شلون اسوي هاي العمليه؟ طبعا اسوي هاي العمليه، نفس المسنن هذا اخذ نسخه اضافيه، اخذ نسخه اضافيه Ctrl CV، واختار هاي راح تكون هنا بالضبط. بالبدايه راح اجي اسوي هذا نت كامل، اجي اتاكد التوسيط المسنن. هسه انا مثلا خلي نخرج هذا المسنن واوت، اريد اسوي عمليه توسيط. التوسيط هو ايش راح يكون عندي؟ اختار المجسمات اثنيناتهم واروح على كلمه اللاين هاي اللي موجوده امامنا، اختار النقاط المنتصف
هو الاكس ومنتصف واي راح يصير بالداخل. بعد ذلك انا يكون عندي هذا كامل مواصفاته. نعمل عملية الجروب. راح يكون عندي هذا جاهز. مسنن جاهز. لكن يحتاج الى نت. راح نجي شلون نسوي النت. ايضا نختار لاين. اللاين. زين. حاليا من سويت هذا صار نت موجود كامل عندي. طبعا اقدر اتغير هاي المواصفات مالته هنا. اقدر اشوفه هذا النت صار جاهز عندي. زين شلون اسوي النت خاص بي؟ لازم يكون هذا يعني اكو قطع بهاي الاسطوانة بهذا المكعب اكو قطع مثل هذا الاسطوانة شبيه. فلازم شو يكون عندي؟ يكون عندي هذا اغير بمواصفاته انه يكون هو الهول. بعد ذلك سوي جروب. راح تطلع عندي النت بهذا الشكل. طبعا هذا هاي الطريقه انا مجربها وتطابع مجموعه من البراغي والنتات الخاصه بها. طبعا راح نجرب هذا النت يشتغل عليه اكيد 100%. لاحظ نشوف المسنن هذا اللي موجود هو اخذ شكل المسنن اللي موجود يعني سوى له عملية حفر واخذ الشكل الخاص بهذا المسنن. صراحة بدي اقرب بتلاحظون اخذ الشكل الخاص بالمسنن وصار عندي عملية الربط جدا سهلة. تمام شباب؟ نرجع لعملية الحفر. تمام. كان عندي هذا الجسم الاسطوانة وهذا خلينا نقول شلون اسوي نت هنا نت او قفل. اجيب المسنن اسقط المسنن على هذا المكعب المستطيل او متوازي اضلاع. اوسط عن طريق اللاين. بالتالي هذا بما يكون سولفا راح يكون موجود هو شنو بالتصميم. لكن من اسويه هذا راح يكون شفاف. يعني اي جسم يطخ به راح يستقطع من الجسم على نفس المواصفات. اي جسم يطخ اي جسم شفاف يطخ باي مجسم بنسوي عمليه جروب بهالطريقه راح يكون عند استقطاع بهاي الشكل. تمام تلاحظون راح يكون هذا هو على قياس هذا اللي هي ماخذين نسخه من هذا الشكل. شباب اذا احد عنده سؤال يا ريت يقول لي حتى ننتقل الى غير موضوع. أحد يكتب لي شباب إذا عنده مشكلة. تمام عاشت إيدكم. هسه حاليا راح ننتقل إلى فد موضوع آخر اللي هو خاص ب
راح نمسح هذا التصميم. لا ماكو لعب، فقط للي موجود اللي امامنا طبعا، هذا اللي موجودات كلهن. تبقى كل التصاميم اللي احنا نريد نسويها راح تكون موجوده عن طريق يعني انت حسب المخيله اللي خاصه بيك، تقدر انت خلينا نقول تصمم على الشيء اللي تريده. شباب راح نروح على موضوع اخر اللي هو عملية انه انت ترسم بيدك. خل اراويكم هذا الشكل. شباب تشوفون هذا الشكل؟ هذا الشكل هو بازة خاصة ب خلينا نقول بالبيت، نخلي بيها ورد او نخلي بيها يعني الديكور بالبيت. اذا لاحظها يعني متطابقة الشكل متوازية. هاي شلون نقدر نصمم هيك فازة؟ طبعا هذا الشغل من يكون بغير برامج يكون من الصعب استعمال مثل ما تلاحظون هسه هاي اللي نشوفها امامنا. هاي شلون نصممها؟ حد يعرف؟ احد يكتب لي بالشات، احد مجرب انه شلون يصمم هاي الفازه اللي موجوده امامنا بهذا البرنامج؟ لا بصراحه ما اعرف، بس بالفيوجن وصندوق اقدر اسويها. تمام، طبعا هاي الموضوع هنا راح يصير بالبرنامج كلش سهل. طبعا ترسمها عن طريق اليد. راح نجي نرجع الى الموقع. طبعا من راح نختار بهذا الشكل هنا نروح نرجع للبيسك شيب اللي هي موجوده عندنا. راح نشوف واحد من الاختيارات اللي موجود عندنا هو عباره عن انت تقدر ترسم بيدك. زين شلون اقدر ارسم بيدي؟ طبعا شباب هاي راح يكون الناتج مالته كلش جميل كلش رائع، فيا ريت انه وياي اول شيء تباعون علي وبعدين نرجع نطبقها بإذنه حتى إذنه تأخذ. أجي أختار هذا اللي موجود عندنا هنا، أضغط على أي مكان راح يفتح لي نافذة خاصة بالرسم. هاي اللي موجودة أمامنا. طبعاً هاي النافذة أنا بالماوس أقدر أرسم الشكل اللي أريده أنا. طبعاً الرسم راح يكون هو راح يكون نصف، يعني خلينا نقول نصف المجسم. شلون يعني؟ هسه راح نباوع. راح امسح هذا الشكل. مثلا اني يعجبني انه يكون عندي، شايفين من نرسم القلب؟ من نرسم القلب احنا مو نسوي هيك للقلب وبعدين نرسم الوجه الثاني. احنا راح نرسم الفازة لكن يعني خمين نفس الطريقة جزء واحد منها. راح مثلا تكون عندي بهاي الطريقة. مثلا هاي راح شي يكون عندي؟ راح يكون عندي هذا الناتج طلع لي الاوتبوت. هذا الاوتبوت انه انا اوكي وافقت عليه، اوكي اسوي دون. شو سويت؟ راح يجي عندي هذا الرسم، طبعا هو مو موجود انا رسمته فاقدر اتحكم به. طبعا اجي بالبدايه مثل ما قلت هذا الجسم عندي صار، خلي نغير اللون مالته. طبعا شباب راح تكون الناتج كلش حلو، خليكم شوي متشوقين. جيت رسمت هذا الرسم، اجي اكمل الجزء الثاني الخاص بي. شلون؟ كوبي بيست حتى يطلع نفس المواصفات. اجاني الجزء الثاني اللي خاص بي. زين لازم اقلبه حتى يكون مكمل اليه. شلون اقلبه؟ عن طريق هاي الموجوده اعاز ميرور.
راح أقلب هذا الجسم. طبعاً أجي أسقطهن بالشكل الصحيح هالطريقة، فصار هذا الجسم هو مكمل لهذا الجسم. حتى يكون عندي هذني سوى إنه خلص حتى ألصقهن، راح أختار كوب جروب هالطريقة، راح يكون هذا الجسم هو متصل بهذا الجسم بهاي الطريقة. خلص خلصنا هاي المرحلة الأولى، راح يكون هذا الجسم هو سوى، اثنيناتهم سوى. زين، راح نجي إلى موضوع آخر، نقلب حتى تكون عدلة البازة، نقلبها عن طريق هذا القوس اللي موجود 90 درجة، قلبتها ب 90 درجة صارت عندي بهذا الشكل. طبعا راح نشوف الجزء الأسفل صار لي جوا، فلازم نرفعها. شلون نرفعه؟ عن طريق هذا السهم ننطي رقم صفر، راح تكون عندي البازة لكن فقط بهذا الشكل. راح نجي نباوع على هذا الجسم، شلون نكمل هاي الدائرة أو حتى تكون عندي شكل بازة كاملة. راح أجي أختار هذا الجسم duplicate وأفره، أختار duplicate وأفره بمقدار هلقد بحيث يكون عندي هذا الشكل مو خارج، بحيث ما تكون عندي فتحات، لا يكون من الداخل. خلاص duplicate مرت اللخ، duplicate مرت اللخ، دبليكيت مرت اللخ. تلاحظون ايش صار عندي؟ دبليكيت دبليكيت دبليكيت، راح تكون عندي هاي الفازة بهذا الشكل. بالكوبي ما تصير، ليش؟ راح نرجع راح اراويكم شنو الفرق بين الدبليكيت والكوبي. هسه اجي انا هذا الجسم اسوي له كوبي بيست، ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي هنا. زين، راح افره بزاوية مثلا، خلصت من اروح اسوي كوبي وبيست راح يطلع هنا، لازم شو يصير عندي؟ همين افره بزاويه، راح يصير هذا عندي كله مشاكل. الطريقه الصحيحه هي انه هذا الجسم اسوي له دبليكيت وافره بمقدار زاويه معينه، هيك بهالطريقه، وراها دبليكيت دبليكيت. شلون الرسم عندي؟ دبليكيت دبليكيت دبليكيت، راح يكون عندي هاي جاهزه. حلوه شباب؟ شباب راح اعيد الرسمه من جديد، ممكن تطبقون وياي. راح اعيد الرسمه بالجديد، ممكن تطبقون وياي. راح امسح هذا الرسم، نروح على مال الرسم نختاره، وراها نسقط بهالطريقة. مثلا راح اغير الشكل مالت الاسطوانة، راح تكون عندي عدلة فيها هيجي، صارت عندي بهذا الشكل. اختاره اوكي، صار عندي الشكل بهاي الصورة. شو اسوي هنا؟ اختار كوبي بيست الطرف الثاني مالته، وراها اعمل ميرور حتى شنو يكون عندي بهاي الطريقه. انه يكون هيجي بهالطريقه، اسوي تداخل بيناتهم، وراها اختار المجسمين الطريقة، أسوي جروب بيناتهم يكونون جروب قطعة واحدة. بعدها راح أقلب بزاوية 90، راح يرتفع عندي، لازم أسقطه بمنطقة الصفر هالطريقة، وراها أختار الجسم وأسوي دوبليكيت.
راح يطلع لي نسخة، لكن بالزاوية أنا أفرها مثلا فريته بهذه الزاوية، هاي الزاوية دوبليكيت وراها مرت اللوخ، بس أضغط دوبليكيت هو راح يرسم بهاي الطريقة. شوفوا صارت عندي هاي الأسطوانة أو البازة شلون صار شكلها تغير. طبعا راح تكون من الداخل أيضا مقفولة. تمام شباب، أحد عنده استفسار؟ لا. شباب إذا أحد عنده سؤال يفتح المايك ويقدر يتواصل وياي. شباب خلي هسه حاليا مثلا حتى نعبر الغير مرحلة، إنه مثلا أني الموجودة عندنا أقدر أسوي هذا المجسم من خلاله غير الرسم. إي ممكن حسب الشغل مالتنا وحسب الفكرة اللي عندكم. مثلا ممكن عندي هذا الجسم أسوي به فازة، شلون؟ نقدر نكبره بهالطريقة وأقدر أقصه من الداخل يكون عندي فازة موجودة. زين هسه شباب مثلا هسه أنا أريد أسوي موضوع انه اريد هذا الجسم حتى بس تعرفون انه شلون راح يخرج، هل راح تنطبع هي نفس الشكل؟ بعد ما اصمم اسوي اكسبورت. الاكسبورت طبعا اختار اس تي ال، راح يبدي هو يحمل البرنامج. طبعا هنا دي يسوي عندي لودينج، راح ينزل عندي اوتوماتيكيا، ينزل نشغل برنامج التصميم الخاص بالطباعة حتى شوي نعرف انه شنو الناتج مالتنا. بعد ما اخلص من موضوع الطابعة سحين حيشتغل البرنامج عندي مال الطابعة، راح نتعلم شلون نصدرها إلى الطابعة. سننتظر شوية. طبعا اكيد كل شيء نقدر نسوي، بس حاليا راح اجيب البازه ونخليها بالموقع مثل ما تلاحظون. بس راح اشغلكم اياه. طبعا هذا الخاص بالطابعه البرنامج. شفتوا هاي البازه؟ راح نجي نغير بس نباوع شلون راح يكون عندي التصميم او اللايرات. اللايرات راح تشتغل الطابعه هاي اللايرات الخاصه بيها. تلاحظون راح يكون عندي تبدي عمليه الطباعه بهالطريقه لاير لاير الى ان يصعد ويخلص البازه كامله. هاي طبعا البازه اللي هسه سويناها حاليا.
زين شباب حنزل لكم بالشات لينك خاص بالشهاده ممكن تملوه وتقييم للمحاضره فدزت لكم اياه بالشات فيا ريت تطلعون عليها وتملوه شباب اللي عنده هسه سؤال حاليا يقدر يسالني اللينك دزيته خاص يعني بالشات موجود مال الزوم تقدرون تطلعون عليه هسه دزيت لكم اياه وتملوه الرسم جعفر الرسم انا اروح على اختيار البيسك شيبس هذني الموجودات هنا واختار هذا هذا السكربل هذا السكربل وفقط اضغط على اي مكان اريد انا ارسم من عنده هاي موضوع سهل ان شاء الله شباب دزيتكم رابط الحضور هذا الموجود امامكم رابط الحضور دزيتكم اياه بالشات اللي احد عنده سؤال خليه يسالني يفتح مايك يسالني احنا حاليا لهنا يعني اخذنا البدايات وان شاء الله يعني الايام الجايه راح نبدي نصمم شغلات كلش بعد اطور من هذا الموضوع بس هاي البدايات وحتى نعرف احنا ايش نقدر نصمم. طبعا هواي مشاريع مسوين احنا هذا المجال تقدر تطلع عليها تشوفها. شباب اللي يسال حاليا رابط الحضور راح يغلق بعد 10 دقائق من هسه. شباب رابط الحضور دزيته بالجروب الخاص بالزوم. استاذ حبيبي الجروب ما لازلنا الرابط به لا هذا ولا على واتساب لا عزيزي هنا بالشات موجود بالشات مرسوم بالشات مرسوم قاعد تكتب لك ماكو موجود بالشات هسه موجود اكثر من مره دزيته بالشات مال الزوم ماكو ما حد يشوف خاف برايفت خاف مسوي برايفت على واحد معين مو غلط لحظه شباب اوكي انا اسف اعتذر شباب كان برايفت اسف هسه شباب هذا موجود للكل وصلكم طبعا رابط الحضور هذا يعني اريد تملوه وهو ترى يغلق بعد 10 دقائق لان هو اثناء المحاضره يكون موجود فعال اليوم مثل ما قلنا هي فت شغلات بسيطة ممكن واحد يتعلمها وشباب اللي جوا أسفل يعني كتقييمكم للمحاضرة وإحنا مثل ما قلنا تعلمنا شغلات بسيطة وأي شيء تحتاجون بالواتساب أنا محمد عزاوي موجود بالجروب وياكم تقدرون تدخلوا لي خاص وتحكون وياي هسه حاليا المايك لكم اللي عنده شيء يقدر يسألني طيب شباب ما اعرف اذا احد عنده سؤال شيء الرابط كلكم وصلكم ارجع اعيد الرابط الخاص ويا ريت تكتبون تقييمكم للمحاضره همين مو تنسوه وان شاء الله يا ربي نشوفكم على خير وان شاء الله الوقت يعني صح
صح الوقت قليل يعني تقريبا صار لنا ساعة ونص بس يعني احنا قلنا نعطيكم شغلات بسيطة حتى يكون لكم واهس الدخول هذا الموضوع. شباب الرابط ما بي شيء شغال ترى. شباب عندكم مشكلة بالرابط الخاص بالحضور؟ تمام. هسه حاليا ننطي 5 دقائق اذا احد خاف يلغي عندكم الشات اذا نطلع من الجروب من الزوم فنعطيكم مجال تكملون الرابط وان شاء الله اشوفكم بخير. ان شاء الله طبعا تستمر هاي الدوره ان شاء الله، لكن هي اليوم احنا مثل ما قلنا هي فور بيجنر يعني حتى واحد يتعلم البدايات. وتحياتي لكم طبعا وان شاء الله يا رب اشوفكم بخير واسف اذا قصرت بشي وياكم ونشوفكم بخير. مع السلامه. مع السلامة. الله يعافيكم. إن شاء الله نلتقي بغير دورات. تحياتي لكم.